من صلى الظهر والعصر باتجاه القبلة واكتشف ذلك مع صلاة المغرب والعشاء، صلى الظهر والعصر باتجاه القبلة باتجاه منحرف عن القبلة، من صلى الظهر والعصر باتجاه منحرف عن القبلة واكتشف ذلك مع صلاة المغرب والعشاء، صلى الظهر والعصر باتجاه منحرف عن القبلة، ولما أتى يصلي المغرب والعشاء انتبه أن في صلاة الظهر والعصر كان صلاته منحرفة عن القبلة. السؤال يقول: مصلي صلى الظهر باتجاه مخالف اتجاه القبلة واكتشف ذلك عندما قام ليصلي المغرب والعشاء، فهل يعيد صلاته؟ الجواب: إذا كان مصلي بالتحري، إذا كان صلى بالتحري حيث أنه تحرى اتجاه القبلة سواء بالبوصلة برنامج الهاتف الذي يحدد القبلة، أو بسؤال بعض الناس قالوا له من القبلة، أو بالتعرف على المكان عن طريق مثلا مسجد من المساجد وما شابه ذلك، وصلنا على تلك الجهة وكان متحرر القبلة، إذن صلاته بعد ذلك ماذا؟ صحيحة. عندما أتى صلاة المغرب العشاء تبين له أنه كان مصلي خطأ، صلاته صحيحة السابقة وليس عليه الإعادة لتلك الصلاة لصلاة المغرب الظهر والعصر. لماذا؟ لأنه صلى بالتحري، كان متحريا لجهة القبلة فليس عليه شيء وصلاته صحيحة.